الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة السادسة. أخبار المال والأعمال مع محمد عبد الله. إليك محمد. شكرا هبة وشكرا أدا. إلى أخبار الاقتصاد محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا حول دعم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال إنتاج الطاقة المتجددة. وفي التقرير تمت الإشارة إلى إعلان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن بدء تلقي طلبات التسجيل للشركات الراغبة بالمشاركة في المرحلة الأولى من مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة المنشأة عن طريق القطاع الخاص، والتي سيسمح لها باستخدام شبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لبيع الطاقة الكهربائية المنتجة لمستهلكين جدد على شبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وذلك حتى نهاية شهر أغسطس القادم. التقت وزيرة التعاون الدولي المديرة التنفيذية المساعد للشركات وتعبئة الموارد لبرنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة، حيث ناقش الجانبان تعزيز جهود الأمن الغذائي ودعم صغار المزارعين. كما شهد اللقاء بحث المشروعات الجارية ضمن البرنامج القطري المشترك 2023-2027 وتعظيم الاستفادة من مركز الأقصر للابتكار وتبادل المعرفة. أكدت الحكومة أن حجم الاستثمارات التي تم إنفاقها بمدينة المنيا الجديدة خلال 10 سنوات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2014 وحتى الآن يعادل ضعف ما تم إنفاقه خلال 28 عاما منذ نشأة المدينة. وأشارت الحكومة إلى أن هذا التطور الكبير في حجم الإنفاق الاستثماري بالمدن الجديدة بشكل عام وخاصة في صعيد مصر يهدف إلى رفع نسبة الحضر بتلك المحافظات، ما يؤدي إلى زيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتوفير الفرص الاستثمارية وفرص العمل. أعلنت منظمة التعاون الإسلامي فوز مدينة القاهرة كعاصمة للسياحة للدول الأعضاء بالمنظمة لعام 2026. تضمن ملف ترشيح مدينة القاهرة عدة جوانب، وهي المسار التاريخي الأثري للقاهرة والذي يشمل المعالم التاريخية والأثرية على مر العصور، والتي من بينها مناطق آثار الجيزة وسقارة، والمسار الروحاني للقاهرة والذي يشمل مواقع التراث الإسلامي ومنها مساجد الحاكم بأمر الله والأزهر وأحمد بن طولون، بالإضافة إلى مسار رحلة العائلة المقدسة بالقاهرة. افتتح وزير البترول طارق الملا محطتين جديدتين لتموين السيارات بالغاز الطبيعي في محافظة السويس، كما تفقد كذلك خدمات المركز المتنقل لتحويل السيارات للعمل بالغاز. وأكد الملا عقب الافتتاح أن هذه المحطات التي يفتتحها قطاع البترول بشكل متواصل في مختلف الطرق والمحاور يسرت للمواطنين الاستفادة من الغاز في السيارات كوقود أقل تكلفة وموفر لمستخدميه، وله مزايا بيئية كونه وقودا نظيفا، وهو ما يتضح في الإقبال الكبير على تحويل السيارات واستخدام هذا الوقود النظيف. يعني من ضمن الخطة القومية وبدعم الرئاسي في التوسع في هذا النشاط اللي هو تموين السيارات بالغاز المضغوط، الحقيقة بمستهدف 1000 محطة علشان نكون منتشرين في كل المحافظات في كل الجمهورية وكل الطرق. ليه؟ عشان تدي للمواطن والقائد المركبة الطمأنة بأنه هذه الخدمة موجودة، وبالتالي يطمئن أنه هو يحول عربيته لكي تعمل بالغاز الطبيعي. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط وسجلت خسارة أسبوعية مع تركيز المستثمرين على اجتماع أوبك بلس، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 0.3% إلى 81.62 دولارا للبرميل. وفي حين تراجعت العقود الآجلة تسليم أغسطس 0.8% إلى 81.11 دولارا للبرميل، وهبطت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2% بالمئة لتبلغ 2.38 دولارا
سنتا للتر، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 58% بالمئة لتصل إلى $2.59 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. يعقد تحالف أوبك بلس غدا سلسلة اجتماعات في الرياض لبحث مصير تخفيض إمدادات النفط، ويعمل التحالف على صياغة اتفاق معقد من أجل التوافق عليه في اجتماعه الذي يتوقع أن يسمح فيه بتمديد بعض التخفيضات الحادة في إنتاج النفط حتى عام 2025. نهاية أخبار اقتصاد من جديد، أعود إلى هبة وأدى. شكرا لك محمد.